من المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية لمناقشة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين فيما يضم جدول أعمال الجلسة. استجواب وزير المالية، وعن هذه الفقرة قال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية إن مجلس النواب سيناقش مع وزير المالية أسباب رفع سعر الدولار والأوضاع الاقتصادية في العراق بشكل عام، بالإضافة إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشددا أن على الحكومة استخدام الواردات المتحققة من هذا الارتفاع في سد العجز الموجود في الموازنة، وعليها أيضا إرسال بيانات زيادة الإيرادات إلى اللجنة المالية وطرق استخدامها.